البارح وقتها احمد جينا الاربع لا جينا وصلنا لهنا من الساعه الطياره الاربع صح ولا لا الاربع دخلنا كنا سلاح ما فما حد شيء الطياره مش موجوده مفروض الطيارة اللي هي تمشي مع الأربعة تجي ساعتين من قطر هي باش موجودة هيا بيه هيا في لوجيس كومون قالوا لكم لوجيس كومون عادي حط الباجاج صاير البروسيدور عادي جدا معناها باهي اوكي خلنا عدينا الديوان عملنا تفتيش عدى اوكي قاعدين ما فماش طيارة هيا لا فما لا يقول لك غدا ولا انونسمون ما يقول لك حتى شيء من بعد صار بعد اجى تبع قطر ايرويز خلى استنوا نص ساعة لا جاوا شي حكى استنوا نص ساعة وبخبركم راح دخل الباب اختفى ما رجعش جيت احكي معاه اش يعمل يمشي يخلي زيد شوية يقول لك ايا شد الصف ايا شد الصف ايا سكر الباب في وجهك باهي وينك انت معناها وينك دخل يعني باهي يعاود يجي مرة أخرى من بعد يخطوها يقول لك ريسكات جولد من خمسة ونص أوكي ومن بعد يسكروها يبدلوها يسكروا أصلا ما عادش ومبخكم وما عادش قطع يحط لك مرة أخرى العشرة ونص كلمنا الكول سنتر في قطر إيرويز أوكي في قطر تحديتها كلمناها اش قال راهو طيارتكم المفروض خمسة تاع الصباح حتى واحد ما يقول لك حتى شيء كلمنا واحد قال انا ما نحبش نرجعكم انا راه من فما تسلموا لحد شو لا 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 ما نحبش نرجعكم راه فما طال في الطياره اوكي اما احنا ما نحبش صحيح اوكي هي ما نحبش ترجعنا انا هي ظاهره فيري اوبفيس شنو اخر قاعده نستنى تجي تحكي معاه تقول له هيا شوف في الابلكيشن راهو سكادجول معناها راهي مش اليوم اصلا يقول لك لا مش صحيح ويمشي ويخليك اخر شيء فتحوا البوت 10 10 ونص كانت اخر شيء صح؟ اي 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 حطوا لنا في الشارع حطوا الطياره صارت الساعه 10 ونص صارت الساعه 11 لا قبل الساعه بربي فاست البيت لا قالوا جابوا لكم برشا ماكله ولا شنو؟ جاب الماكله شنو هي الزبده؟ انا ما خليتوش اصلا ولا نشوف لبست الناس هكا اوكي جيت نعرف وجيت في مسكر الناس عطاشه وانت من نصف النهار قلت له نصف الليل دونك ابو جابر باسي ديجا 16 اور وانت على بي لا قال لك يا تخرج يا زوزه يا تخرج وكسكروت كسكروت جبن وزبده اي ان توكا ان توكا ان توكا معناتها هذا معناها على طريقه الاهانه معناها ما جاوش انا ما جاوش احكيو معاكم لا 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 بعد ما خلصوا خلاص سكروا الباب ما في هذا بين من قطر ايرويز للساعة 2 ما بين كيفاش يهرب هو في الكومباني ما شكون باش يحكي معاكم اذا هو ما فما حد في الكومباني حتى شنو وقتاش قعدت حتى الماضي ساعتين خرجنا احنا وحدنا خرجنا احنا وحدنا يا اخي لقينا لقينا واحد الشرطه ثم واحدة اللي في قطر ايرويز قالت لك انتم ما تخرجوا لي انا ما ندخلكمش قال شنيا قال شنيا انا كان نعدي الديوان معناها انا عديت الحدود الارابيك التونسيه اما انت سامح لك تخاف السرد ومن بكره مو باش تشوف داخل الشارع هذيك ما عديتش انت لا ما جيتش ما جيوش قالوا لنا راهو ما فماش طيار الاخر وقت احنا قاعدين وحدنا خرجنا ما في ساعتين ولا ما في ساعتين ما لقينا حد مطار فارغ تبعت لنا زاد شويه بعثوا لنا ايميل قالوا لنا عندكم طياره جديده مع نص نهار ونص ليه ساعه قبل كيفاش روحوا بيت معناها لا 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 شنو هي روحوا بينا نحن وقتاش خرجتوا من المطار من هنا؟ احنا رجعنا خلاص ساعتين ونص اوكي على اساس باش نمشيو الناس ما فماش بيس قاعدين يجربوا في البرد برا فما اللي خذوا تاكسي واحد وفما اللي ما عندهمش ما عندهمش دينار تونيزيان ما عندهمش تاكسي ما عندهمش دينار تونيزيان معناها لازمهم يتغيروا باه شنو قال اجاو مع غدوه طيارة في الوتير الساعه قبل كل شيء شوما بالنسبه للناس اللي مشات الوتير بالنسبه للناس اللي مشات الوتير قالوا ما تعشوا الجمله زاد وصلت وقتاش؟ معناها قداش فيكم معناها حكيت من نص النهار ما كنتش الماضي كذا نتاع الصباح طلع ناس من 10 نتاع الصباح للاربع نتاع الصباح فوالا هو ما بعنا كسكوت لا مش قال لك لا لا موفيز سيربريز اليوم لا موفيز سيربريز اليوم في خرجوا من الاوتيل قالوا له ما فماش البول اللي ماشي خطر ما فماش بول احنا الان كنا تعال الساعه 9 ونص حطوا الباجي عشان الساعه 12 كله طالع كلمتني الساعه 7 تصبح قلت لي عسلامه مدام طيارتك حبيت نقول لك راهو الطياره تاع نص نهار ونص راهي ماهيش عملنا لها تيست راهي انه كنت ديكولي قلت لها اوكي وقتاش طيارتي احنا نعرف ما قدر ما نعرفش طلبتني علاش تكلم فيا قداش الوقت هو ما عندنا مكان نقعد فيه قالت لا ما بنقدر نعطيكم اوتيل بس اول يوم انا تكلمت وحدها
سمعنا ليه ده كنتي منها توقع لها اوكي احنا مسالش نحب الغدوة يمشيو مش مشكل بس اليوم فولي بوك خطينها غدوة عطينا اوتين قالت لا ليلة لولا قطرة سمحني انا اول حاجة قاعدة عند ولد عمي مدكاش نمشي ونشي عليه وثاني حاجة تدخلي انت ليلة لولا على الكومباني في حية لا قدر الله المشكلة تزيد تطول الليلة الثانية على شكون على الباساجين على شكون احنا ناس عندها خدمة ناس مرتبطة ناس عندها التزامات ناس لا باش نحكي لك هكا الخطره في برنامج قداش وقت نص نهار معناها توا الحكومة بريس باش تعمل 24 ساعة ايش هيك 26 ساعة ربي انت من وقتاش تستنى احكي لنا شنو صار عندي 26 ساعة جيت 10 ونص مريضة. جيت وين ماشي انت ماشي للدوحة ماشي للدوحة جيت البارح على اساس طيارة باش تطلع الاربعة نتاع العشية هكا ولا ليه دونك اش صار يقولوا لنا هاو طبها والستة هاو شنو هكا حتى ما ثلاثة نتاع الليل حتى ما ثلاثة نتاع الليل وانتم شنو وين في المطار استنى في الاخر زينا للوتيل جاوش اعتذروا منكم ولا حاجة لا 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 وبعدين الشيخ قال لنا الوتيل بدا في الوتيل قال لنا التسعة تفطر قولوا نصف ما طيارة مش نمشي وين قاعدين في المطار بربي في البارح فين قاعدين في بلاصه قاعدين هنا وبعدش من طلعنا الفوق من سجل الدوحه السلسله انا ما ساعتين هذيك حتى الماضي كيف انا قاعد الغدا تاع الصباح ايه جاوا حكيو معاه قالوا لكم تعوديك وكل شيء